بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 38 من الكتاب 34، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب كان الجندي في جيش المسلمين هو الذي يجهز نفسه بالسلاح على نفقته الخاصة. ثم في العصور الحديثة، في الجيوش الحديثة الآن، تسليح الجندي من ايه؟ من الميزانية العامة للدولة، لأنه لا يستطيع أن يسلح نفسه بسبب أن الأسلحة الحرب الآن أصبحت يعني غالية الثمن بطريقة كبيرة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن هو يجهزها. وبالتالي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصر قريب قبل الجيوش الحديثة، كان التجهيز العسكري يتم بمعرفة نفس الجندي الغازي. أما الآن فاختلف الوضع. لكن لو أعنت هذا الجندي على نفقة معيشته فترة غيابه فتأخذ ثواب الغازي، وعليك أن تخلفه في أهله بخير، يعني تحفظ عرضه، تحفظ أولاده، تحفظ زوجته، فلا تستغل أن الزوجة زوجها مشغول في الغزو فتعامل معاملة سيئة أو ينتهك عرضها أو شيء من هذا، وإلا تقع في الإثم الكبير. فلابد أن يخلف الغازي في أهله بخير، يعني تقوم بكمال الرعاية والعناية لأسر الجند حال حربهم، وهذه العناية والرعاية تكون على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة، لابد أن ترعاهم. واجب على مستوى الأفراد المحيطين به، أقاربه وجيرانه، وعلى مستوى الدولة أنها توفر لهم أسباب المعيشة الكريمة حتى يأتي عائلهم من الغزو. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 7 بعد 5000، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني كللت وتعبت بسبب هلاك دابتي التي هي مركوب. يبقى أبدع بي كلمة مختصرة لمعنى كبير، وهو أنه هلكت دابته أو مركوبه في السفر، فاضطر أن يمشي على رجليه إلى أن كل وتعب. يبقى يقوم يعبر عن هذا كله بكلمة واحدة: أبدع بي. فهمت بقى؟ يبقى أبدع بي كلمة واحدة تدل على حالة من التعب والعناء للمسافر بسبب هلاك دابته، فاضطر أن يمشي على قدميه مسافات طويلة. فقال: إني أبدع بي فاحملني، يعني إيه؟ اعطيني دابة بدل دابتي التي هلكت. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. و
وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال إيتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، يعني كان جاهز نفسه لكن مرض، فيعطيك جهازه. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. قال يا فلان أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، لأنه الدل على الخير كفاعله والمعين على الخير كفاعله. يبقى دي قواعد في ذهن كل مسلم، قواعد يعامل بها الله ويتعامل بها مع الخلق، قاعدة مهمة لا تغيب عن مسلم، أن الدال على الخير كفاعله في الثواب، وأن المعين على الخير كفاعل الخير في الثواب. وهذا يدلك على عظم أجر العلماء والصالحين الذين يدلون الناس على الخير، فيأخذوا بأجر من دلهم على الخير، وكذلك ثواب وأجر الأنبياء، حيث أنهم يأخذون ثواب عمل أمتهم. فلا يوجد نبي له عمل صالح عند الله مثل نبينا، لأن أمة نبينا كل أعمالها في صحيفته، وأمة نبينا أكبر أمة نبي، فيش نبي أمته قد أمة النبي أبدا، فهم؟ وبالتالي يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أجرا وثوابا عند الله، لأنه بجانب أعماله تضاف إلى أعماله أعمال أمته إلى يوم القيامة، لأنه الدال على الخير والدال على الخير كفاعله. وكذلك أنت إذا دللت أبنائك على الخير فصاروا أبنائك من عملك، وعمل أبنائك في صحيفتك، فهم؟ وإذا دللت زوجتك وجيرانك وأصدقائك إما بعملك أمامهم فيقلدونك، أو بكلامك معهم في النصح، يكون لك الثواب العظيم. فهنيئا لهذه الأمة المكرمة المكرمة الذي أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الثواب العظيم. ومن هنا يدلك على أن الإنسان يأخذ ثواب عمله وعمل غيره. أمال وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني إيه؟ فهمت إزاي؟ وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني إيه؟ يعني وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، أي في الأمم السابقة، أما في أمتكم فقد أفضت عليكم بما يوهب إليكم. فيجوز حتى أن يهب لك مسلم عبادة وتاخد ثواب، يعني ممكن أنا أجيب مثلا ذبيحة أذبحها وأقول اللهم اجعل ثواب هذه الذبيحة لفلان، وهو إما ميت في قبره أو قاعد في بيته بعيد، فهمت إزاي؟ وياخد ثواب، يبقى يجب يجوز أن تهب له العمل وأن تحج عنه إن كان ميتا أو إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يثبت على راحلة، يبقى تأخذ ثواب ما يوهب وتأخذ ثواب ما تدل عليه بجانب عملك. شفت بقى؟ يبقى ليس الإنسان إلا ما سعى، إما أن نفهم أن هذا خاص في الأمم السابقة، أو أن ليس الإنسان إلا ما سعى بمعنى أنه ليس عليه وزر إلا ما ارتكبه. ويبقى الآية بتتكلم على الأوزار ولا تتكلم على الثواب، فهمت إزاي؟ وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، واللام هنا بمعنى على، أي ليس على الإنسان إلا ما سعى من فساد، لا تزر وازرة وزر أخرى. وتبقى هنا الآية معناها مستقر وماشي على على كل الشرائع حتى شريعتنا، فهمت إزاي؟ يبقى ليس للإنسان إلا ما سعى، إما أنه كان في صحف إبراهيم وموسى في شرع من قبلنا،
وجاء في شرعنا اضاف لنا اعمال غيرنا بدليل انك انت بتصلي منفرد تاخد ثواب ايه؟ صلاه منفرد. يجي اخوك يصلي جنبك وتعملوا جماعه بقت 27 ضعف، يبقى انت استفدت بسعي وهو استفاد بسعيك. فهمت بقى ازاي؟ يعني حتى في حال الحياه انت بتستفيد بسعي غيرك. فهمت بقى؟ يبقى علشان نفهم الايه بطريقه تكون صالحه لكل شريعه، يبقى ليس للانسان الا ما سعى، اللام هنا بمعنى على. لان حروف الجر تتعاور. تتعاور يعني ايه؟ يعني تحل محل بعضها في لغه العرب كده. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، في سوره الاحقاف. هم قالوا للذين امنوا ولا قالوا عن الذين امنوا؟ ده قالوا عنهم. وقال الذين كفروا لبعضهم عن الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. الايه معناها كده صح ولا لا؟ لكن شوف تعبير القران، وقال الذين كفروا للذين امنوا اي عن الذين امنوا، فاللام هنا بمعنى عن. فهمت؟ يبقى حروف الجر تتعاور. وبالتالي ممكن اقول وان ليس للانسان الا ما سعى، اي ليس على الانسان الا وزر ما سعاه. بدليل قول الله لا تزر وازره وزر اخرى وتستخر الامر. فهمت ازاي؟ خلافا لما فهمها الوهابيه والسلفيه هذه الايه، واخد بالك؟ واستقر عندهم ان الانسان لا يستفيد الا بعمل نفسه، وهذا خطا. حتى في الامم السابقه كانوا يستفيدون بعمل بعضهم البعض، بدليل الثلاثه الذين دخلوا الغار ونزلت الصخره. وحكى لنا النبي هذه القصه وكل المسلمين حافظينها، ومذكوره في كتاب رياض الصالحين وفي كل كتب وجميع خطب الجمعه بتتقال فيها القصه المشهوره دي. الثلاثة اللي دخلوا الغار ونزلت الصخرة قفلت، فكل واحد توسل بصالح عمله، لكن تزحزحت الصخرة بطريقة لم ينجوا منها إلا بمجموع عملهم. فهمت ازاي؟ يبقى بدليل ان هم الثلاثة استفادوا بأعمالهم مجموعة مع بعضها، يبقى الإنسان ممكن يستفيد بعمل غيره، وبالتالي يبقى الإنسان يستفيد بعمل غيره في جميع الأمم. وده يرجح الحديث ده يرجح ان التفسير الاول ان هذا خاص بشرع من قبلنا، نقول لهم لا، في حديث الثلاثه اللي دخلوا في الغار انه بيستفيدوا بعمل بعضهم. ويبقى الاولى اننا نفهم الايه بان وان ليس للانسان الا ما سعى، ان اللام هنا بمعنى على، اي ليس على الانسان الا وزر ما ارتكبه من خطا. ونحن نتكلم هنا لا في الاخطاء بل في الثواب والاعمال الصالحات، وبالتالي الآية لم تتناوله. فهمت بقى؟ يبقى الدال على الخير كفاعله والمعين على الخير كفاعله. يعني أنا مجرد إن أنا حتى إيه أعطيك زكاة مالي وأقول لك خذها ووزعها بالنيابة عني، فأنت أعنتني على ها تاخد ثواب أنت، والفلوس دي مش بتاعتك. شوف مجرد إنك أنت خدتها بس وزعتها. لأن المعين على الخير كفاعله. والدال على الخير كفاعله. وكذلك الدال على الشر كفاعله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من قتل انسانا ولو بشطر كلمه ولو قال اق بعث يوم القيامه مكتوب بين عينيه آيس من رحمه الله. مش الحديث كده معروف؟ يبقى كذلك. ويقول ايه؟ ما قتل انسان الا وابن ادم الاول له كفل منه، لأنه هو الذي سن القتل. فهمت ازاي؟ وعلم الناس القتل. يبقى كذلك الدال على الشر كفاعله. يبقى الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. فهمت بقى؟ فنسأل الله السلامة. آمين. وعشان كده بيقول إيه؟ ويحملون أوزارهم وأوزار الذين إيه؟ يضلونهم بغير علم. فهمت ازاي؟ يبقى في ايات تدل على ان الانسان، امال لا تزر وزر وزر اخرى يعني ايه؟ لا تزر وزر يعني انا لا اتحمل معصيه ارتكبتها انت وانا لم ادلك عليها. فهمت بقى ازاي؟ انا ما دلتكش على المعصيه دي ولا عينتك عليها، يبقى انت خلاص انت مسؤول عنها. لكن لو انا اللي دليتك واعنتك عليها ويسرتها لك، يبقى انا اخد ايه؟
يبقى علي وزر من فعلها بإعانتي له، والعكس صحيح. إذا أعنتهم على الخير جمعتهم على ذكر الله، جمعتهم على حديث النبي، جمعتهم على طاعة الله، على محبة الله، على محبة رسول الله، جمعتهم على أن أعلمهم كتاب الله وكلام الله عز وجل، يبقى هو يقعد يتلو في البيت وأنا نايم أخد ثواب تلاوته، لأن أنا اللي علمته يقرأ. شفت بقى؟ عشان كده خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهمت بقى؟ فيبقى إيه؟ هنيئا لعلماء المسلمين الذين يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله. فنسأل الله أن يجعلنا منهم ويعيننا على ذلك، ونبقى يدلينا على الخير. وعن أبي قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر، قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. لأنه بيعينه على أنه إيه؟ يكون مستريح البال في غزوة. ليه؟ لأن إيه؟ وصاك أن تشرف على ماله وعلى أهله، فلما أشرفت على مالي وأهلي استراح باله، فخرج مجاهدا مستريح البال. فأنت أعنته على إيه؟ أنه يتوجه إلى هذه العبادة غير إيه؟ مشتت الفكر. يبقى المرأة اللي تخلف زوجها في بيته تأخذ ثواب جهاد زوجها خارج البيت، لأن لولا أنها هي تخلفه في بيته وتقوم برعاية أبنائه ما خرج مستريح البال خارج بيته يجاهد او يطلب الرزق الحلال او يطلب العلم. يبقى ابائكم اللي قاعدين في بلادهم وبعتوكم هنا عشان تدرسوا وبيطمنوكوا كل فتره، وكل ما تحتاجوا اموال يبعتوها لكم، ياخدوا ثواب طلب العلم بتاعكم، وهم قاعدين هنا. فهمت ازاي؟ نايمين. ليه؟ لانهم اعانوكم على ذلك. لولا انهم اعانوكم وشجعوكم ما جئتم ولا تعلمتم. فهمت بقى؟ شفت فضيلة هذه الأمة؟ أن الذي يفعل الشيء يأخذ ثواب عظيم، والذي يعين على الشيء يأخذ نفس الثواب. فأدي معنى وتعاونوا على البر والتقوى، وأدي معنى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. أدي التواصي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإمام الشافعي يقول: الناس غافلون عن هذه الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن فيها الحث على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات. فيها الدين كله، سورة قصيرة فيها كل الدين. وعن أبي قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وعن أبي قال: وحدثنا. واللي يخلف في أهل مين؟ إما الزوجة مع العيال خلفته تأخذ ثواب إيه؟ زوجها. أو إنه أقاربه يقوم برعاية أبنائه حال إيه؟ حال غيابه، أو جيرانه يقوم برعاية أبنائه حال غيبته ياخدوا ثواب. فهمت بقى؟ واحنا عندنا الرجل اللي خارج لطلب الرزق الحلال ايه؟ في سبيل الله برضه. وتلاقي الوقت في مصر كتير من الرجاله خارجين متعاقدين خارج القطر بيشتغلوا، سايبين ولادهم هنا وزوجاتهم هنا بيتعلموا. يبقى جيرانهم لما يحسنوا الى هؤلاء الابناء كانهم خلفوا هذا الرجل الايه؟ الذي خرج في سبيل الله بخير، فياخدوا ثواب. شفت بقى الخير العميم؟ ولكن الناس ايه؟ يعني غافلة عن خيرات كثيرة دون ان تشعر. وعن أبي قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الى بني لحيان من هذيل. هو ينفع لحيان ولحيان بفتح اللام وكسرها، والكسر اشهر وافصح.
بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيلة فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يعني من كل رجلين واحد يروح وتاني يقعد عشان يرعى بيت الآخر، فهمت ازاي؟ والأجر بينهما، يعني من كل رجلين ينبعث واحد، فواحد ينبعث يجاهد والتاني يمكث ليراعي ايه بيته وبيت الاخر الذي خرج، ويبقى الاجر بينهم. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني ابو سعيد مولى المهري قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي سعيد مولى المهري عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان. شوف هنا فتح لك اللام اهو ومره كسرها لك علشان يبين لك انها جائز الاثنين، لحيان ولحيان تنفع الاثنين وان كان الكسر عشري. بعث الى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج. لان طبعا المباشر للعمل ليس نفس الثواب، هو ياخذ مثل اجره، يعني مثل اجره في الثواب لا في القدر، فالمباشر ثوابه اعلى لان الثواب على قدر العناء. باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. المرأة لما تبقى عايشة بدون زوجها تكون حرمتها أشد من حرمة المرأة التي معها زوجها، وإن كان المرأة في كل أحوالها يعني إيه حرمتها غالية، لكن تزداد حرمتها أكثر وتتضاعف لو كان زوجها ليس معها، فهمت إزاي؟ فيجب المحافظة عليها أشد. يعني المرأة اللي ماشية في الشارع لوحدها حرمتها أشد من المرأة اللي ماشية ومعاها زوجها أو ابنها أو أخوها، شوف قد إيه، وكل له حرمته. فلازم ناخد بالنا من الحكاية دي، لأن إحنا بقينا في زمان إيه زاد فيه موضوع التحرش بالنساء والاغتصاب ومعاملة النساء معاملة سيئة والانفراد بهن بسوء وغير ذلك، هذا حرام قطعا وحرمته أشد من إيه؟ من حرمة لو كان معها زوجها. والمسلم حرمته شديدة، وحرمة المرأة أشد من حرمة الرجل لعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها في الغالب الأعم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. شوف قد ايه بقى، كحرمة أمهاته. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم يعني هيبقي لي من عمل؟ هياخذ كل عمل. فما ظنكم يعني هيبقي له عمل بعد كده لو خانوا في أهله؟ ربنا هيمكنه منه يوم القيامة ياخد كل صالح عمله فيجرده من كل أعماله الصالح. فإياكم والخيان. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث الثوري. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم، يعني هيسيب له حاجة بقى؟ يعني هتفتكر لما ربنا يمكنه من حسناته هيسيب له حاجة؟
باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. ليس على الأعمى حرج، وليس على المريض حرج، وليس على الأعرج حرج، يبقى يسقط عن المعذور. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته إنه أعمى، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. كلمة غير أولي الضرر دي اضافت إكراما إيه لمن كان على شاكلة سيدنا ابن أم مكتوم، يعني من أهل الأعذار. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل. هي على فكرة موجودة في علم الله، هي الكلمة كده، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر كرامته لعباده فأظهر شيئا من الآية وكتم آخر حتى يعلق هذا بهذا، فيعلق في ذهن الإنسان أهمية أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، وأن الله لا يظلم الناس شيئا. مش تفتكر أن القرآن بيتغير يعني، طب حط دي وشيل دي، لا مش كده المسألة، مش كده. القرآن قديم عند الله كده، غير أولي الضرر دي قديمة موجودة، لكن الله أظهرها الآية بغير غير أولي الضرر أولا. فشكى سيدنا ابن أم مكتوم فجعل ظهور ما أبطنه سببا بسبب شكاية ابن أم مكتوم لبيان إيه إظهار كرامته لإيه لهذه الأمة المكرمة. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبي عن رجل عن زيد بن ثابت. وعن أبي قال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. يعني كأنه راح زي ابن أم مكتوم قال له: طب وانا ذنبي يا رسول الله، أنا أعمى. فهمت ازاي؟ فنزلت غير أولي الضرر، يعني أنت خارج، كل معذور خارج من هذه الآية، يعني المعذور له نفس الثواب. فهمت ازاي؟ القاعد بعذر له ثواب الإيه؟ المجاهد، لأن نيته لو كان سليما كان خرج. باب ثبوت الجنة للشهيد. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاء، والنبيت ده بيت من الأنصار حاء. قال: وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وعن أبي قال: يعني أسلم وراح قاتل ومات، لسه ما عملش لا صلى ولا صام ولا حج ولا عمل حاجة، يبقى إيه؟ عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، يعني الجنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قالوا: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر، يعني جاسوسا، عينا يعني جاسوس يتجسس على أخبار العدو ويأتي للنبي بأخبار العدو.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان قبل بدر، لأن هم كانوا خارجين عشان ياخدوا العير، فبيقول له روح شوف لنا أخبار عير أبي سفيان إيه. فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نساء. قال فحدثه الحديث، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طالبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. يعني قال ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله خبر ان عير ابي سفيان خلاص هتقرب جهه المدينه، قال لهم يلا نخرج نقابلهم عند بدر. فهمتوا ازاي؟ عشان نقطع وناخد عير بني سفيان مقابل ما تركناه من اموالنا في الهجره، يبقى دي مقابل دي. فهم؟ عشان كده لما خارجين طلبوا العيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهمش يعني خرجوا مسلحين جاهزين، ده بضاعه يعني مش جيش. عشان كده قال ايه فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، يعني اللي معاه حاجه ركوب يركب. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينه، فقال لا الا من كان ظهره حاضرا. يعني كانوا ايه في بعض الرجال مشيوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا طب ادينا ركوبه نركبها ونيجي معاكم، فمن النبي ما عندوش زياده، فقال لهم خلص ارجعوا اللي ظهروا حاضر بس قول. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى سبقوا المشركين الى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه. يعني لما هرب بقى ابي سفيان وجيش قريش جه، فالرسول قال لهم ايه ما حدش يتصرف في حاجه لحد ما جانا. ادي معنى لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه، يعني لازم ما تتصرفوش الا برايي، محدش يعمل حاجه، اوصلوا واقعدوا لحد ما اجي لكم. فهمت ازاي؟ لا تتصرفوا. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. يعني ما تبداوش الحرب الا لما النبي يشير اليكم هجوم. فهمت ازاي؟ فاول ما اشار اليهم قال لهم ايه قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، وكان الجنه محققه لايه؟ الشهيد. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ، يعني إيش إيش بلغة المصريين دلوقتي، يبقى بخ بخ دي كلمة تقال إيه يعني حرف كده دليل كمال الرضا لشيء في خير، واخد بالك، والاستبشار يعني تدل على الاستبشار وكمال الرضا بشيء فيه خير، يقول بخ بخ. احنا دلوقتي المصريين يقول لك ايش ايش كده، اللغه بتاعتنا دلوقتي شلنا الخاء وحطينا شين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله الا رجاءة ان اكون من اهلها. قال فانك من اهلها. وحي بقى، محدش يقدر يقول دي الا نبي. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. القرن ده بيبقى ايه كيس كده بيحط فيه السهام بتاعته، فايه حاطط فيها شوية تمر، فطلع التمر ده واخد بالك، فجعل يأكل منهن ثم قال لئن انا حييت حتى آكل تمراتي هذه انها لحياة طويلة. ولسه هاكل التمر ده، احنا مستعجلين على الجنة. فاهم؟ قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنهم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا وقال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه قال سمعت ابي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه اللي هو غمد السيف، جفن سيفه اللي هو الغمد اللي هو جراب السيف، فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. يعني استودع اولاده، قال لهم احنا فاضيين نعيش معاكم بقى، احنا عايزين الجنه رضي الله عنهم وارضاهم.
وده كمال التصديق بالغيب. كمال التصديق بالغيب، النبي يقول لهم كده وهم واقفين في شمس وارض وعفاره وعدو والام وتعب وجعان ومش لابس كويس ويمكن ما نمشي اليوم اللي قبله، والنبي يقول له خلاص الجنه ايه وهو مش شايف حاجه. لكن النبي لما يقول له اصبح الغيب الذي يخبره به النبي كالشهاده من يقينه، من شده اليقين. فهمت ازاي؟ فالايمان بالغيب ده نعمه كبيره تمتاز بها هذه الامه على سائر ايه اهل الارض الان. يعني احنا الامه الوحيده اللي عندنا ايمان بالغيب يقيني، وعشان كده تلاقينا في حرب حريصين على الموت لايماننا بالغيب. انما هات اليهود والنصارى احرص الناس على حياه. فهمت ازاي؟ بالرغم ان هم عارفين ان فيهم ايام وفي جنه ونار، بس حريصين على الحياه، يبقى ايمانهم بالغيب مهزوز ويقينهم انهم على الحق ضعيف. لكن احنا يقيننا على الحق قوي وايماننا بالغيب قوي، وبالتالي تجد المسلمين. عشان كده الامريكان واليهود بيستعجبوا، ايه الجماعه المسلمين دول اللي حريصين على الموت دول؟ ده بيموتوا نفسهم يا اخي، ده حاجه غريبه قوي. فهمت؟ متعجبين، ايه المخلوق العجيب ده؟ جايين من الفضاء دول ولا جايين منين؟ فهمت؟ السبب هو الايمان بالغيب. السبب الوحيد هو الايمان بالغيب. اننا مؤمنين ان اللي هيموت على الحق هيدخل الجنه. وان الدنيا مليانه عناء وتعب. فوالله الواحد يتعب شويه ويخش الجنه احسن ما يعيش في هذا العناء والتعب. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ابعث معنا رجالا يعلمون القران والسنه، فبعث اليهم 70 رجلا من الانصار يقال لهم القراء، اللي هي بئر معونه المشهوره في السيره، قصه بئر معونه. جم مثلوا على النبي وارادوا ان يغشوا النبي، قالوا له احنا عايزين نتعلم القران ابعت لنا حد. فالنبي بعت لهم بقى خيار الصحابه اللي حافظين، قاموا في حته في الارض راحوا قاتلينهم. هي حادثه بئر معونه معروفه. فيهم خالي حرام يقرؤون القران، يعني يحفظوا القران، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. يعني أهل القراءة القرآن دول اللي هم بعتهم النبي كان فيهم خصال طيبة كبيرة، في النهار يجيبوا مية يحطوها في المسجد عشان اللي عايز يتوضا، ويشتغلوا ويجيبوا التمر يعلقوه في المسجد عشان اللي ياكل سبيل، وطول النهار قاعدين يعلموا الناس القرآن. يعني شوف أهل الخير بقد إيه بقى، يشتغلوا ياكلوا الناس ويجيبوا الميه يشيلوها على ظهرهم يحطها لهم في المسجد علشان يتوضاوا، ويقعدوا يعلموا الناس القران. النبي بعت دول خيار الصحابه دول، هو ده اللي بعته رضي الله عنه. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان يبلغوا المكان، كانوا حوالي 70، كانوا عددهم حوالي 70. فقال اللهم بلغ عنا نبينا، أنا قد لقينا فرضينا عنك، أنا لقيناك فرضينا عنك. لما ماتوا وشافوا فضل الله عليهم قالوا يا رب بقى بلغ عنا نبيك، إننا رضينا وإننا فعلا إيه يعني إيه إنك أنت رضيت عنا، حتى تطمئن النبي فلا يحزن علينا يعني. فهمت؟ قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى انفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبه. بمجرد دخل الرمح كانه عند خروج روحه ربنا اطلعه على الجنه، فقال فزت ورب الكعبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان اخوانكم قد قتلوا، وانهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا، انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، اللهم الحقنا بهم على خير حال. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع،
قال فهاب ان يقول غيرها، يعني ما قالش هصنع ايه يعني عشان ما يلتزمش بحاجه غير عجز عنها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له انس يا ابا عمرو اين؟ فقال واها لريح الجنه اجده دون احد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه، يعني أصابعه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه يعني نذره أو أجله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك.